اذكر ناديا عسكريا يلعب في قوة جوية من خطوط النقل لمسافات طويلة. الباص. عمل تستخدم فيه فنجان. دلة. شيء يمكنك قفله. باص. تصرف يزعج البائع. باص. من خطوط النقل لمسافات طويلة. الطيران. شيء يمكنك قفله. مفتاح. تصرف يزعج البائع. معاملة. شكرا. حلو خوش لعبها بالباس ويتذكر. خلي نشوف ايش قد جابتك نقاط. تبارك يعني حرامات يعني والله 107 حرامات طبعا انت جبتي 115 حرامات باقي 23 ما اعرف اذا جبتي او لا وان شاء الله ان شاء الله يلا ما يخالف اكو حلقه اخرى. السؤال الخامس والاخير تصرف يزعج البائع قالت الخلاف على السعر 28 نقطه اخذت تبارك وهذا رقم حلو. اما انت قلت المعامله يعني شنو معامله؟ معامله مصلحه نقول بيزغ ونعمل وحتى ننزل سعره. ليش ما حددت انه المعامله؟ مو هو البائع زعج يعني شنو؟ قالت الخلاف على السعر حددت بس انت ما حددت لذلك خلينا نشوف ربما صفر او يعني خمسه عشره. لا لو قلت يعني ان ارجع البضاعه تبديل البضاعه او ارجعها ممكن كان شيء اخر. خلاف على السعر اقوى. المعامله ايش قد اخذت عليها؟ يلا حتى نقول تصرف يزعج البائع قلت المعامله والمعامله جاءتك بالنقاط. تبارك ايه ارتاحتي اخ يونس ابو الصفاره فرح وجه الله 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 الله. احنا نقول لعائله الحسو مبارك لكم هذا الفوز تبارك ومصطفى. الحسو يونس لا لانه خمس صفاره جار. اذا نقول مبارك ونريد الفلوس العشرة مليون دينار عراقي. وينها توني؟ يلا توني يلا توني تعال تفضل يلا. اهلا 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 مبارك مبارك والف مبارك. اذا اعزائي المشاهدين كنتم معنا وكنا معكم وسنكون معكم دائما وابدا في حلقات قادمه ان شاء الله. انا اخوكم جواد الشكرتي تصبحون على خير وإلى اللقاء.